السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. في ذلك السبت 13 من أكتوبر من العام 2000، كانت مجموعة من الصيادين تسير في المسالك الوعرة لغابة إيزارن القريبة من بريكشا بنواحي وزان. كان المشي قد أنهك أغلب الصيادين. كانت الكلاب تلهث بلا توقف، لا تترك ثغرة إلا وتسلكها. كان الانتقال من هضبة إلى أخرى يزيد من تعب المجموعة التي بالرغم من كل ذلك لم تكن قد ظفرت سوى ببضعة أرانب وحجلتين. بين أفراد تلك المجموعة شاب مزهو بحمل بندقية الصيد، اسمه علي الخطاب، مقاول مبتدئ حديث عهد برخصة حمل سلاح الصيد. كانت بندقيته ذات طلقتين أوتوماتيكيتين. يقول إنه منذ صباه ولع بالصيد، إذ كان يرافق والده من حين إلى آخر في رحلات الصيد. كان الوقت عصرا عندما سمع غير بعيد دوي طلقة نارية. حسب الصيادون أن واحدا من رفاقهم صوب نحو طريدة ظهرت فجأة. صدى الطلقة أعقبه صراخ استغاثة. كان الشاب علي الخطاب يطلب النجدة. انقلب الصيادون إلى مصدر الصراخ. كان مشهدا مفشعا. لقد أصيب رفيقهم عبد السلام الحنفاوي برصاصة في الرأس. كان ينزف. حاولوا إيقاف النزيف ولكنهم لم يستطيعوا. بعد وقت لم يطل لفظ عبد السلام الحنفاوي أنفاسه الأخيرة. حصريا لقناة من صلب الواقع. عمد الصيادون إلى تجريد الشاب علي من بندقيته، بينما توجه أحدهم إلى مركز الدرك للإبلاغ عن تلك الحادثة المأساوية. بعد نصف ساعة حضر رجال الدرك، رافقوا الشاب علي إلى المكان. قال إنه بينما كان يصعد التلة لاحظ حماسا لدى كلبه، ولما هم بإسراع الخطى زلت قدمه، ودون أن يشعر ضغط على زناد البندقية التي كان يحملها على كتفه، فانطلقت الرصاصة التي استقرت في رأس الضحية عبد السلام الحنفاوي الذي كان يسير خلفه مباشرة. التحق برجال الدرك عمر الرحوي، وكان أول من وصل إلى المكان بعد الطلق الناري، وكان أول من حاول إسعاف الضحية. أكد الرجل للدركيين أقوال علي الخطاب. تبين أن الأمر يتعلق بحادثة أخرى من بين تلك الحوادث المميتة التي تشهدها مواسم القنص. طلب من المجموعة الانتقال إلى مركز الدرك ببريكشا لاستكمال البحث. بعد ذلك أحيل الظنين وملف الحادثة على وكيل الملك بابتدائية وزان. وضع الشاب الخطاب رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما أرسلت برقية إلى شرطة سيدي قاسم بغاية إجراء بحث سريع حول الخطاب وأيضا حول الضحية عبد السلام الحنفاوي. لم يكن الشاب علي الخطاب معروفا لدى دوائر الأمن، إذ لا سوابق له، بينما استوقف الباحثين سجل الضحية الذي تبين أنه مقاول يتخبط في العديد من المشاكل، أبرزها تلك المرتبطة بتحرير شيكات بدون رصيد. كان للرجل شريك في المقاولة اسمه عبد الرحمن الحجاج، وكان الاثنان يعملان لمقاول اسمه المختار الحطاب، وضع فيهما ثقته، ولكنهما خان الأمانة وأنشأ في السر مقاولة كانت تنافسه، ما تسبب في إفلاسه. مات الرجل بعد شلل نصفي لم يمهله طويلا. تم تمتيع علي الخطاب بالسراح المؤقت بعد أن مثل في جلسة محاكمة بتهمة القتل غير العمد، لكن الوكيل العام للملك لم يكن قد أمر بإنهاء التحقيق، ولذلك تلقت شرطة سيدي قاسم الأمر بمراقبة الشاب.
سجل المحققون أنه توجه رفقة والدته إلى منزل الضحية عبد السلام الحنفاوي لتقديم التعازي، وعند مغادرتهما صادف وصول عبد الرحمن الحجاج شريك الهالك الذي تعرف إلى المرأة كانت أرملة الراحل المختار الحطاب. أخبر الحنفاوي أخ الهالك بأن من قتل شقيقه هو ابن المختار الحطاب. رد الرجل بأن القاتل اسمه الخطاب وليس الحطاب. تناهت تلك المعلومات إلى مراقبين من الشرطة، فتم نقلها إلى وكيل الملك، ولذلك صدرت تعليمات بحجز بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة والصيد للشاب علي الخطاب. تلتقي تلك الوثائق عند حقيقة أن ضمن شروط تسليمها تقديم نسخة من عقد الازدياد. أفضى التنقيب في سجلات الحالة المدنية إلى أن الاسم الحقيقي للشاب هو علي الحطاب وليس علي الخطاب، كما هو مدون في بطاقة تعريفه الوطنية وفي رخصة السياقة والصيد. بالعودة إلى ملف بطاقة التعريف الوطنية، عثر المحققون على نسخة من عقد الازدياد مزورة بطريقة محكمة. تمت إضافة نقطة إلى حرف الحاء، وفي الكتابة اللاتينية أضيف حرف ك الذي وضع قبل حرف آش. تقرر تعميق البحث والتحقيق مع علي الخطاب. لم يكن الشاب ممن يسهل أخذ الاعترافات منهم، كان يجيب على أسئلة المحققين بدقة وبهدوء، بدأ مستعدا لتلك اللحظات، ولكن المحققين لم يتأخروا في إسقاطه في الفخ. لقد أوهموه بأن التحقيق سيطال والدته إن هو لم يتعاون بالشكل الكافي، ومع ذلك فإن علي الخطاب كما هو مثبت في وثائقه لم يكن فيما يبدو قد حسم أمره وقرر الإفضاء بكل الاعترافات. بدا للمحققين أنه قرر الاعتراف بجريمة التزوير فقط، وقد حرص على أن يلف اعترافاته برواية ابتدعها. قال علي إنه ومنذ أن توفي والده كان ينعت بابن المفلس، ولذلك قرر تغيير اسمه حتى يضع حدا لتلك الأقلام نفسيا كبيرا. اعترف بأنه خطط للأمر وسعى إلى أن يكون التزوير كاملا. ظل يتردد على مكتب الحالة المدنية مرتين في الشهر، كان يختار من الكتاب من يرى أن خطه أسهل للتزوير، وبعد حين تسنى له ذلك. لم تكن هناك صعوبة في إضافة نقطة إلى حرف الحاء، وبسهولة أيضا استطاع إضافة حرف ك إلى الاسم بالحروف اللاتينية. تأسيسا على نسخة عقد الازدياد تلك، حصل علي على بطاقة التعريف الوطنية باسم علي الخطاب، وكذلك على رخصتي السياقة والصيد. أنهى الخطاب دراسته وأنشأ مقاولة، كان دخله يتيح له الاستجابة إلى كل متطلباته، وكان يهوى الصيد، ولذلك بادر إلى الحصول على رخصة، كانت له وراء ذلك غاية أخرى. تظاهر المحققون بأنهم لم يقتنعوا بما اعترف به علي بشأن التزوير، وأبلغوه أنهم بعثوا في طلب والدته للتحقيق معها. إذ ذاك تهاوى آخر ما ظل يتستر وراءه. أقر علي للمحققين بأنه حين انخرط في جمعية الصيد التي ينتمي إليها لم يكن يعلم أن عبد السلام الحنفاوي الضحية والذي كان وراء إفلاس والده ثم موته من جراء الصدمة يوجد ضمن أعضاء الجمعية، غير أنه يضيف سر كثيرا لما اكتشف الأمر. لم يكن الرجل يعرفه، وما كان له أن يقيم علاقة ما بين علي الخطاب والمختار الحطاب. في تلك المرحلة بدأت تدور في ذهن علي فكرة الثأر وقتل من تسبب في إفلاس والده. بالنسبة إليه صار موسم القنص مفتوحا، والطريدة الوحيدة التي يشتهي اسمها عبد السلام الحنفاوي. شارك علي في عدة رحلات للصيد مع أفراد الجمعية ومنهم الحنفاوي، ولكن الفرصة للتخلص من الرجل لم تتسنى سوى ذاك 13 أكتوبر في غابة إزرن بأطراف بريكشا. يومها يحكي علي للمحققين ظل يراقب الرجل يتحين اللحظة للانفراد به. في تلك الرابية تقدمت المجموعة بينما تأخر عبد السلام الحنفاوي،
كانت الكلاب تلهث. أبطأ علي الخطى، صار عبد السلام الحنفاوي خلفه ببضعة أمتار. كان الوقت عصرا. يعترف علي بأنه كان يرصد ظل الرجل، كان يحمل بندقيته على كتفه. لما استوى الظل واعتقد الرجل في مرماه، ضغط على الزناد. استقرت الرصاصة في رأس عبد السلام. كان يصرخ ولكن صراخه لم يطل، عوضه نداء استغاثة من علي. جاءت اعترافات علي الخطاب، وقد علمنا الآن أن اسمه الحقيقي علي الحطاب. جاءت تلك الاعترافات وافية وكاملة، تم تدوينها بكل تفاصيلها في محضر رسمي، وتم تقديم الشاب إلى محكمة الاستئناف. ظل حائرا، لم يكن يتصور أن يفتضح أمر ما حسبه جريمة كاملة. هو الآن يعلم أن ليس هناك جريمة كاملة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.